مين قال ان التدخين مضر بالصحه؟ النهارده هنتكلم عن فوائد التدخين اللي بيقدمها للجسم، واكيد كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي مستغرب ان في فوائد للتدخين من الاساس، علشان كده تابعونا للنهايه علشان تعرفوا فوائد التدخين. بس قبل ما نبدا الحلقه انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدا حلقتنا. على عكس المعتاد وعلى عكس أضرار التدخين اللي كل الناس بتتكلم فيها وبطريقة غير مفهومة بيتجاهلوا تماما فوائد التدخين، والنهاردة احنا قررنا ان احنا هنتكلم عن فوائد التدخين المذهلة او الفايدة من فوائد التدخين، وهي تقليل خطر الإصابة بداء باركنسون. وجدت دراسات عديدة علاقة عكسية بين التدخين وداء باركنسون، وداء الباركنسون ده معروف باسم الشلل الارتعاشي، والمرض ده عبارة عن اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي وبيأثر بشكل مباشر على الجهاز الحركي، والمرض ده غالبا بيحصل مع تقدم السن. الدراسات اثبتت ان المدخنين بيتفادوا المرض ده بطريقه ما. في دراسه اتنشرت في مجله علم الاعصاب في عدد مارس لسنه 2010 بتقول ان بزياده عدد السجائر المدخنه يوميا وعدد سنوات التدخين بيزداد التاثير الوقائي لداء باركنسون، لكن من غير ما يحددوا السبب لده. والدراسه دي دعمت نتائج دراسه ثانيه صدرت من جامعه هارفارد واللي اتنشرت في مجله علم الاعصاب سنه 2007، وجدت ان الشخص المقلع عن التدخين بيقل عنده التاثير الوقائي للمرض ده، لكنها برده ما ذكرتش السبب اللي بيخلي التدخين يقي من داء باركنسون. الفايدة التانية انه بيقلل خطر البدانة او السمنة. من المعروف ان التدخين بيسد الشهية، وده اللي استغلوا شركات التبغ للترويج لمنتجاتهم في عشرينيات القرن الماضي بانهم يقنعوا النساء بان التدخين بينقص الوزن. في دراسة نشرت في مجلة علوم سلوك وظائف الاعضاء سنة 2011 لقوا ان من اهم اسباب صعوبة الاقلاع عن التدخين هو الزيادة الحتمية للوزن بعد الاقلاع عن التدخين. الدراسات اثبتت ان مادة النيكوتين بتقفل الشهية، ونتيجة لده معظم الاشخاص المدخنين ما بيكونش عندهم بدانة او سمنة لانهم بيتناولوا عدد اقل من الوجبات، وزياده على ده فالتدخين بيخلي طعم الاكل سيء للغايه. الفايده الثالثه، التدخين بيقلل الحاجه لعمليه استبدال مفصل الركبه. في دراسه صادره من جامعه اديليد الاستراليه اللي اكد فيها الباحثين ان المدخنين اقل عرضه لعمليات استبدال مفصل الركبه، وده لان العمليه بتتعمل غالبا للعدائين او الناس اللي عندهم بدانه ووزنهم تقيل، لان وزنهم ده بيكون زياده على الركبه فبيأثر عليها، وبالتالي بيحتاجوا انهم يعملوا عمليه استبدال مفصل الركبه. ومعظم المدخنين ما بيكونش عندهم بدانه نتيجه نفسهم المسدودة على طول زي ما قلنا قبل كده. معظمهم برضو ما بيمارسش الرياضة اصلا لانهم اصلا بيكون عندهم صعوبة في التنفس. الفايدة الرابعة، ان التدخين بيقلل من خطر الوفاة الناتج من الازمات القلبية. اظهرت الاحصاءات ان المدخنين اللي جالهم ازمات قلبية عدد الوفيات عندهم اقل بكتير من غير المدخنين، وده بسبب ان المدخنين لما بيتصابوا بازمات قلبية بيتصابوا بيها بدري او في سن مبكر عن غير المدخنين، وغالبا بيتصابوا بالازمات القلبية دي بدري عن غير المدخنين من 10 لـ 15 سنة، وده اللي بيخليهم يتغلبوا على الأزمة القلبية دي أسهل عن غير المدخنين، وده بسبب فرق السن اللي قلناه من 10 لـ 15 سنة. يعني مثلا لما شخص عنده 45 سنة يجيله أزمة قلبية مش زي شخص عنده 55 أو 60 سنة. أكيد اللي عنده 45 سنة هيقدر يتغلب عليها أسهل من اللي عنده 60 سنة. الحاجة الخامسة من فوائد التدخين، وهي الحد من الكثافة السكانية. التدخين بيأثر بشكل مباشر على خصوبة الرجل والمرأة، وفي كتير من الأحيان التدخين بيؤدي للعقم، وده اللي هيؤدي لنقص في عدد الولادات وهيترتب عليه تقليل الكثافة السكانية. رقم 6، التدخين بيمنع الشيب والشيخوخة. اكيد حاجه الكل بيحلم بيها انه يحافظ على شبابه طول حياته، وده اللي بيعمله التدخين بالفعل، لان التدخين سبب في الموت المبكر لنسبه كبيره من الاشخاص، يعني مش هيكون في مجال للوصول لسن الشيخوخه، والمدخن هيكون حافظ على شبابه طول حياته. وكمان من علامات الشيب وكبر السن هو ان الشعر بيتحول لونه للابيض، بس التدخين بيحل المعضله دي، لان التدخين وبنسبه كبيره بيتسبب في سقوط الشعر والصلع، يعني مش هيكون في شعر علشان يبيض من الاساس. الحاجه السابعه، التدخين بيقلل من نسبه البطاله. معروف ان الدخان معتمد على التبغ، ومعروف ان التبغ ده هو عبارة عن نبات، يعني فلاحين بيزرعه وعمال وشركات بتقوم على صناعته، وغيرهم ناس كتير بياخدوه باب رزق ليهم ولأسرهم، ولو مفيش حد بيدخن الناس دي هتقعد في البيوت وبكده هترتفع نسبة البطالة. في النهاية كل المؤسسات الطبية والمنظمات المعنية بشؤون الصحة زي منظمة الصحة العالمية ومنظمة إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتأكد إن التدخين مضر بالصحة، وعلى أي حال مفيش دكتور هينصح مريض بإنه يدخن علشان ينقص من وزنه أو حتى يحافظ عليه. ولو فهمت إن الهدف من الفيديو هو حث الناس على إنها تدخن يبقى أنت ما فهمتش الفيديو ومحتاج تعيده من الأول. ولحد هنا خلصت حلقتنا، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، شكرا لكم على المشاهدة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لكم واشوفكم الحلقة الجاية.